متواصلون معكم ونتحول الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا هبة، شكرا ليلى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص قناة السويس الدائم على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات العديدة التي مرت بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة. وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيك، أعرب رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للدور الذي تلعبه المنظمة بشكل، ومن ثم فإن فرصها أكبر في استغلال مواردها بالشكل الصحيح على توفير التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لذلك. تقديم امبارح للزيارة على يومين لقناة السويس كانت بالنسبة لنا كانت مهمة جدا. أولا لإلقاء الضوء أو تسليط الضوء على قناة السويس، إن هي طبعا بالنسبة له في اهتمام كبير بيها، وهو قال كلام طبعا إحنا عارفينه، لكن هو برضو أشاد بقناة السويس قناة عالمية، قناة بتحافظ على أساس الإمداد، أقصر الطرق الملاحية، بتقدم خدمات جيدة. كل ده كان أهم جدا. بنتكلم بقى إحنا مع زيادة التعاون معاهم في إن إحنا نشوف عملية التدريب، وكان بيتكلم على التدريب وإن إحنا ممكن ندي فرق للمرشدين عندنا أو للبحارة أو للموظفين أو العمال عندنا في أكتر من منطقة هم بيسيطروا عليها. فدي كل ده التعاونات معاونا معانا في التشريعات، ناخد رأيهم، فده كل ده إن شاء الله يتم خلال الفترة الجاية. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية بوست أورثوين فرص تمويل الاستثمارات الهولندية في مصر والشراكات الاستثمارية بين الجانبين. وخلال اللقاء أكد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لتوجيه الدعم المقدم من الشركة الهولندية للمشروعات الصديقة للبيئة في مصر مثل الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع الغذائي وكذلك الصناعات الهندسية. كما التقى رئيس هيئة الاستثمار مع محمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة عالمية، وذلك لبحث المخطط المستقبلي لتوسعات الشركة في السوق المصرية. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات ووزارتي التموين والزراعة وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية ومشروعات الأمن الغذائي بالمحافظات والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها لزيادة المعروض بأسعار مناسبة. ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتوسع في تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية. عقد وزير البترول طارق الملا لقاء في مدينة شرم الشيخ مع وفد بلجيكي من هيئة ميناء أنتورب وشركتي دامي وغرينفيل على هامش قمة المناخ. استعرض اللقاء الأنشطة المستقبلية المقترحة لتعاون بين الجانبين في الاستفادة من الوقود النظيف متمثلا في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر. وخلال اللقاء عرض الوفد البلجيكي خلال اللقاء الإمكانات والخبرات التي يمكنها تقديمها لمصر في مجال الاستفادة من مصادر الوقود النظيف، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصري. التقى
التقى وزير البترول طارق الملا مع رئيس شركة عالمية أنطونيو بيتري، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات والمباحثات التي يجريها وزير البترول مع كبريات الشركات العالمية المشاركة في فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها حاليا مدينة شرم الشيخ. أوضح الملا أنه تم خلال اللقاء بحث سبل ودعم التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول المصري في مجالات التكرير والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة وتكنولوجيات خفض الانبعاثات وقطاع التعدين وتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات في شرم الشيخ مع الرئيس التنفيذي لشركة عالمية لورينزو سيمونيلي، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ المتحدة للمناخ. بحث الوزير خلال اللقاء فرص تطوير التعاون المشترك والاستفادة من البنية التحتية في ظل دور مصر كمركز محوري لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية. وخلال اللقاء أكد الملا أن تواجد صناعة البترول والغاز ومشاركتها في مؤتمر المناخ لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ يمثل رسالة تأكيد على الجهود الفعلية لأطراف هذه الصناعة في الحد من الانبعاثات وقدرتها على أداء أنشطتها بصورة متوافقة بيئياً. أكد وزير البترول طارق الملا أن الانبعاثات الناتجة من القارة الإفريقية تمثل نحو 3% من الانبعاثات العالمية، ومن ثم فإن فرصها أكبر في استغلال مواردها بالشكل الصحيح حال توفر التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لذلك. وشدد الوزير خلال المائدة المستديرة ممارسات الجيدة في مجال المناخ بقارة إفريقيا على حق القارة الإفريقية في تحقيق انتقال عادل في مجال الطاقة، ويمكنها في الوقت ذاته من استغلال مواردها من البترول والغاز والشمس والرياح لتلبية احتياجات شعوبها. تبين أداء بورصات الخليج بنهاية التعاملات، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.71%، وهبطت مؤشرات البورصة بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2%، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.5%. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد لهبة وليلى. شكرا لك شروق.